بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هو دولة الرئيس هو راعي البناء، راعي الإنجازات اللي من 2003 ما شفنا جسر في بغداد صار، وما شفنا شارع تبلط، وما شفنا، والحمد لله والشكر احنا سعيدين اللي نشوفه من قبل الحكومة. هذا سوانا حافز انه ننطلق ونعمل على اساس وضع الاساس الصحيح للرياضة، وضع الاساس للمنشآت الرياضية. عملنا ودنعمل ليل ونهار انه ان نحقق او نعمل على البناء المستقبلي. احنا اليوم هدفنا وعملنا انه وضع اساس الرياضة الصحيح للأجيال القادمة، للمستقبل القادم. مو هدفنا انه نجي ونحكي ونصرح ونطلع بالتلفزيونات، لا، هدفنا انه نضع الاساس الفاونديشن، وراها هي اوتوماتيكيا الرياضة تتطور. بلد ب 40 مليون نسمة، اكثر من 40 مليون نسمة، التأسيس والتخطيط الصحيح لهذا راح يجيب نتائج إيجابية. الحمد لله والشكر، الله وفقنا وهذا نهجنا. يعني أنا هذا نهجي التوافق مع زملائي، تقريب اتحاداتنا، الاستماع على مشاكلهم، الاستماع على سبل تطوير الرياضة في هذه الاتحادات، والوقوف على نقاط الضعف. لأن احنا ما نخلي الخطة لتأهيل أي اتحاد أو تطويره راح نجي على نقاط ضعف موجودة، من نشخصها راح تمشي الأمور. آخر سؤال، القادم قادم بإذن الله، وتعاون الأخوان وياي ودعم دولة الرئيس، قادم إن شاء الله، إن شاء الله جيد، إن شاء الله.